السلام الله عليكم، نرحب بكم مشاهدينا في الحدث الأسبوعي، وهو حافل هذه المرة بالقضايا والأحداث، ولعل أبرزها ما وصف بالتناقضات الغريبة أو كاميرا بوتفليقة الخفية عندما تدخل ليلغي ضرائب ورسوم فرضتها حكومة يحيى على الوثائق البيومترية، الأمر الذي أثار أسئلة عن العلاقة الحالية بين الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد يحيى. من يحيى إلى ولد قدور المدير العام لسوناتراك، حيث سنطرح تصريحاته الأخيرة للنقاش حول سجنه وتدخل جهاز الاستخبارات في شؤون التسيير للشركة الأم سوناتراك. من سوناتراك سنتحول إلى بروكسل العاصمة البلجيكية، حيث سنسلط الضوء من جديد على الفيديو الذي أثار أزمة بين الخارجية الجزائرية والبرلمان الأوروبي. ومن بلجيكا ننتقل إلى سويسرا، حيث أعلنت المحكمة السويسرية الفيدرالية استئناف التحقيق من جديد مع الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار. ثم نختم مشاهدينا بأزمة المنتخب الجزائري ومطالب الجمهور الواسعة بإقالة المدرب رابح ماجر. خلال مناقشة مشروع القانون، قرر رئيس الجمهورية سحب كل الزيادات والحقوق المقترحة على الوثائق الإدارية. كان متوقعا جدا حدوث ذلك. الرئيس بوتفليقة يلغي رسوم وضرائب وردت في قانون المالية التكميلي، رغم أن وزيره الأول أحمد يحيى وفي سابق شروحه قال إنه لا بديل عن ذلك، لتتنفس خزينة الدولة قليلا لشح الإيرادات في الأشهر الأخيرة واستفحال الأزمة المالية جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية. ما قاله أحمد يحيى قبل مراجعة القانون المثير للجدل أكده وزير الداخلية نور الدين بدوي أيضا، لما راح يجري مقارنة بين الدول حول الرسوم المدفوعة لاقتناء الوثائق البيومترية. شين في عالم إذا كان حابين الرقمنة وحابين العصرنة وحابين التقدم له ثمن، وهذا الثمن يجب أن نراه في بلدان أخرى. عن أي دول يتحدث الوزير بدوي؟ وهل هناك أوجه مقارنة بين ما تعيشه الجزائر اليوم ودول أخرى تشهد تنمية مستدامة على أكثر من صعيد؟ قبل أن هذا الخط القانون هو خطر وخطر كبير، فنطالب الحكومة أن تتعقل وترجع إلى رشدها وتسحب هذا القانون للمرة الألف. تدخل الرئيس بوتفليقة حول هذه الرسوم والزيادات يذكر بتدخله أيضا بعد الجدل الكبير الذي أثير حول قانون العمل والتقاعد النسبي، والذي كانت قد طرحته حكومة عبد الملك سلال، أو بإلغائه إجراءات الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون لما حاول التصدي لبارونات الاستيراد والمشبوهين بتهم الفساد ونهب المال العام في قطاعات عدة. أي تخبط هذا في هرم السلطة؟ والأصل في رئيس الحكومة أنه يطبق برنامج الرئيس، تساءل خبراء اقتصاديون. هل هي لعبة الشد والجذب بين بارونات وعصب مالية، أم هي عملية تمويه لا غير بالإعلان عن مشاريع ثم إخضاعها للشارع؟ ولما يتراءى للجميع التذمر والاحتقان يسارع الرئيس إلى التدخل. وهنا يراد لمشهد كوميدي أن يظهر للجميع أن الرئيس لا يرضى إنهاك الشعب بمزيد من الرسوم والضرائب أو رفع الأسعار، وبالتالي فهو ينتصر للشارع وينبذ الظلم الاجتماعي الذي تمارسه حكومته، ويعمل على الحيلولة دون انفجار الشارع كما حدث في الأردن احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار أبرز المواد الأساسية. مرة أخرى يثبت بل يرجح رأي كثير من المراقبين أن الجزائر لا تسير وفق القوانين والأعراف السياسية المتعارف عليها دوليا. كيف سيكون مصير الوزراء الذين دافعوا عن اختيار الحكومة إذن؟ وماذا سيقول الوزير الأول ليبرر خرجته الأخيرة حول إمكانية الاستعانة بالأقدام السوداء أيضا ليكون رافدا للاقتصاد المتعثر جراء سياسات الفشل المتراكمة؟ مشهد درامي قاتم تجمع عليه المعارضة الجادة أمام تنامي وتفعيل بعض الموالين لمشروع العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، رغم معاناته من المرض والعجز عن أداء مهامه الدستورية، في غياب مترشح توافقي ترجحه دوائر ضيقة في المنظومة حتى لا تضيع مكاسب من هم في السلطة اليوم، أو خوفا من احتمال التحقيق الشفاف حول ما جرى منذ سنوات عجاف. ويفسر هذا التخبط مع قرب موعد الرئاسيات أن هناك من يعمل على تبييض صفحة وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي ذكر أن الحكومة الحالية ستغرق الجزائر في أوحال لا قبل لها بها. يحدث هذا أمام استقالة الشارع من الفعل السياسي وإصراره على المقاطعة. ويبقى السؤال الحاضر دوما، متى تستفق المعارضة والنخبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يأتي السيل في جوف الظلام؟ أرحب بكم مشاهدينا الكرام، نحن له مباشرة في إثراء النقاش حول قضايا
الأسبوع. معنا بداية الأستاذ عبد الوهاب زعتري الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبر خدمة سكايب. أستاذ عبد الوهاب، نذكر جيدا طبعا المحور الأول الذي نبدأ النقاش هو محور يحيى بوتفليقة. نذكر جيدا لما عين للمرة الرابعة، حتى لا ينسى المشاهد، لما عين للمرة الرابعة أحمد يحيى قال أتيت لتطبيق برنامج الرئيس، ودائما كل ذلك يأتي في إطار الولاء للرئيس بوتفليقة. ماذا فهمت من هذه التناقضات؟ هناك من سماها كاميرا خفية لعبد العزيز بوتفليقة، الأول يفرض رسوم وضرائب على الوثائق البيومترية، ثم يأتي بوتفليقة ويلغي هذه الوثائق. السلام عليكم، أنا أختصرها في جملة ثم نستطيع أن نوسع. فضل. ليس هناك برنامج، فخامته برنامجه وهمي، هو الحكم الدائم والمستدام على الجزائر بدون منازع. هذا هو الأمر الأول، ليس هناك برنامج. النقطة الثانية، البلاد أفلست بالنهب وعدم الكفاءة، وبما أنها أفلست فقد كلف يحيى كمسؤول على نقد البلاد، فهو لازم يجيب الأموال، محتاجة البلاد إلى أموال. أيوة. وهو ليس له كفاءة وليس له قدرة وليس له حتى النية، لأن الأموال نتاع أولاده هذوك يعرف منين يحافظ عليهم، ولكن أموال البلد ما يعرفوش يحافظوا عليهم، البلاد تفلس وأولادهم يغناو. فإذا لما بدأ يبحث على الأموال لم يرها إلا في جيوب المواطنين، يعني عامة المواطنين الفقراء، في هذا الضعف يعني والفقر اللي رانا فيه. فلما أصبح تدمر كبير في وسط الشعب مثل ما هو الحين في الأردن ببساطة، خاف النظام على هذا القلق الشعبي هذا أن يتطور إلى خروج إلى الشارع وفيضان مثل ما هو الحال في الأردن، فجاء بوتفليقة الذي ليس له برنامج وقال هذا خطر علينا فنلغي هذا القانون. هذا هو يعني ما كان حتى حسابات أخرى، هما ما عندهمش برنامج، هما يمشيوا قواد أعمى كما يقول يعني بالعامية، كل يوم يشوفوا واش يديروا، ما عندهم تخطيط ولا وليس لهم شيء من هذا النوع. طيب هذا عن بوتفليقة، هذا عن عبد العزيز بوتفليقة، هذا عن يحيى، ماذا عن الرئيس بوتفليقة وتدخله؟ الرئيس بوتفليقة هو يريد أن هو لابد أن يدير هذا، لأن المنصب تاعه والمصالح تاعه ونتاع الزمرة اللي معاه خايفين. فأسكتوا لنا الشعب، هذه هي قضيتهم، سكتوا لنا الشعب، ألغيوا هذا القرار ونشوفوا، ربما نروحوا للاستدانة من عند البنك الدولي ومن عند لافامي. هذا هو الحساب نتاع بوتفليقة، لأنه هو خايف على أن هذا النظام الناس مدمرة وكرهت من عهدة تجيب عهدة والفايدة ما كانش والشعب يزيد يفقر. فهذا هو الأمر الخطير، وحتى القرارات اللي دارها ويحيى اللي يظن ولا الجماعة اللي معه كلها فشلت. نسمي لك مثلا بعض منها، هذاك مثلا اللي كانوا يسميوها لومبرا اوبليغاتير، نوع من القرض هكذا. أيوة. فشل، كان يريد بهذاك القرض أن يجيبوا الأموال اللي سايبة في السوق السوداء يدخلوها للبنوك، فشلوا فيها. ثم حبوا يغلقوا ويتحكموا في المواد المستوردة، فشلوا فيها، وزاد طاح الدينار، يعني كل شيء تاكس، وزادوا جابوا لنا الصناعة هذه التركيبية اللي كانت زعما صناعة منتجة، فصبحت يعني تركيب نتاع ليكيت هذوك نتاع الأطفال، لا فائدة منها ولا من ورائها. ثم آخرها جابوا لنا هذاك طبع الكارت، يعني التموين الغير تقليدي، وزادوا فشلوا فيه. واليوم حتى الأسبوع هذا بالضبط لافامي والبنك مونديال الاثنين راجعوا يعني التنبؤات نتاعهم فيما يخص مستقبل الجزائر او الاقتصاد الجزائري. نعم، هذا هو الحال. طيب خليك مع سيد عبد الوهاب. الان نشارك في النقاش الدكتور محمد هادي عثمانيه، القيادي في حركه النهضه والبرلماني السابق. دكتور محمد هادي عثمانيه، ما الذي فهمته مما قيل بانه شد وجذب او ربما صراع عصب ماليه اقتصاديه تدخلت بقوه والغت هذه الرسوم والضرائب وليس الرئيس بوتفليقة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة هنا هذه أعبر عنها بمثال شعبي جزائري معروف، سياسة دق وقلع. يعني الحقيقة أمور الصورة المشاهدة الآن هي ليس هي الحقيقة. الحقيقة هي أنه صراع من أجل رئاسة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذه أحداث ما هي إلا جزئيات من المشهد الغائب عن أغلبية المراقبين والمتتبعين في الساحة الجزائرية. لو كانت هناك شفافية
من كاين دستور واضح في الانتخابات الرئاسيه وكاين قانون عضوي، الامور واضحه ويفتح النقاش للجميع يتناقشون حول الانتخابات الرئاسيه، من سيترشح ومن يرشح والى اخره، وتكون الامور عاديه. ولكن للاسف الان هذه الاحداث، رغم انه الذي يدفع الثمن تاعها دائما هو المواطن البسيط، لكن هي مظهر لصراع خفي من أجل الرئاسيات. وإلا لو كان هناك منطق عند من يفعلون هذه الأفعال، من المفروض إذا كان الوزير الأول يطبق برنامج رئيس الجمهورية، من المفروض ما يكونش هذا التناقض، من المفروض يدير إجراءات معينة مباشرة راهي نابعة من رئاسة من عند الرئيس بالضبط. لكن كونه كم من مرة يدير شيء ثم يلغيه الرئيس، هذه فقط ما هي إلا مظهر من مظاهر لا انسجام القائم الآن على هرم السلطة الجزائرية، مظهر من رحلة التيه التي يعيشها من يفكر. وقد فعل هذا من قبل أستاذ محمد هادي، فعل هذا من قبل في خصوص مناقشة مشروع التقاعد النسبي إذا تذكر، لما قال قام بتأجيل العملية ككل. نعم أذكره جيدا، هذا أسلوب من أساليب إظهار البطولة. احنا في مثلا في الشعب المصري البطولة يوري البطولة دائما من خلال المسرح ومن خلال السينما، احنا في الجزائر مشهد آخر لإظهار البطولة من خلال هذه العمليات نتاع دير وألغي دير وألغي، أو كما سميتها أنا دق وقلع يعني لا أكثر ولا أقل. وإلا في الحقيقة إذا كان كاين إجراءات تكون إجراءات، ما كاش إجراءات، مش واحد يسير في الدولة يدير إجراء ثم يجي من يلغيه. أنا هذا التناقض هذا غير مفهوم، وهذا من المفروض اللي عنده أنفة، كوزير أول أو وزير أو غيره، كي يوقع هذا الإجراء تجاهه مباشرة يستقيل، معناها راهو خالف رئيس الجمهورية، معناها راهو دار شيء. حتى لو مشينا إلى الفرضية الثانية أنه دار شيء لم يرضه رئيس الجمهورية، من المفروض ما دام الرئيس لم يرضى بهذا التصرف وألغاه، أول تصرف أخلاقي يمارسه الوزير الأول هو أنه يستقيل، باعتبار أنه هو عنده مشروع معين، هذا المشروع لم يوافق عليه رئيس الجمهورية. إذا وقع التناقض بين الجهاز التنفيذي ورئيس الجمهورية، من المفروض الحكومة تحل كلها، الحكومة تحل وتنشأ حكومة جديدة لمتابعة هذا العمل. أما هذه الأمور فقط هي مجرد كما قلت لك مشهد بسيط لتمويه ما راه يجرى الآن من تحضير لمرشح أو لرئاسية المقبل زيد أو عمر سيكون على كل حال أكثر ولا. طيب خليك معي دكتور محمد هادي، سأعود إليك. نعم. سيد عبد الوهاب، ما رأيك في الذي يقول ما العيب في ذلك؟ رئيس الجمهورية من حقه أن يتدخل لما رأى بأن وزيره الأول أبدى نوعا من الشطط والخروج عن النص، ولذا تدخل الرئيس وقد انتصر إلى الشعب لذوي الدخل الضعيف لهؤلاء المحرومين والبؤساء، حتى بغض النظر عن الطريقة التي تدخل بها، ولكنه تدخل في الوقت المناسب. نعم من ناحية هذا صحيح، ولكن المشكل مع الرئيس بوتفليقة هو أنه ليس له برنامج أساسا. أيوة. ولهذا على مدى يحاسب يعني ويحيى على مدى؟ لو كان عنده برنامج لكان قال له أن عندك الخلل في المكان الفلاني أو الفلاني، فإذن هي تسير عشوائي. الرئيس بوتفليقة يعتبر كملك لا يفكر، هو يستفيد بالزعامة، وعنده شغالين هذو يعني مثل ويحيى شغال نحا، كم من واحد نحاه الرئيس بوتفليقة منذ 18 سنة، فإذن هو يعطي له الشغل لما تصعب الأمور، إذا سار في الطريق اللي يناسبه مليح، إذا غضب له الشعب وقلق وعاد هو خايف على مكانته، ففي هذا الحال طبعا لازم يغير في هذه القرارات حتى يسكت عليه الشعب. هذا هو اللي يهم بوتفليقة، أنه يبقى في الحكم وما يقلقوا حتى واحد، هذا هو اللي لازم نفهموه. إما ويحيى فهو يعتبر عن شغال عنده وليس له القدرة حتى على المنافسة معه. صحيح أنه هو ينتمي إلى معسكر آخر، مثلا عندنا المعسكر الفرنسي والمعسكر الأمريكي، ويحيى يعتبر مع المعسكر الفرنساوي، وهذا هو، ولكن فيما قضية التنافس على يعني هل تشاطر الدكتور محمد هادي أستاذ عبد الوهاب، هل تشاطر الدكتور محمد هادي عثمانية لما أشار إلى مسألة السباق نحو الرئاسيات، بدأت طبول الرئاسيات تدق الآن؟ لا يا أخي، أنا عندي رأي آخر. أنا أظن ومقتنع باللي بوتفليقة
هو حكم السلطة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما يتنحاش. وقت يتنحى بوتفليقة لو تجي غضب شعبي كبير أو أخطار كبيرة وتتحتم عليه باه يتنحى، هما حاطينه باه ما يتنحاش، وما عنده حتى منازع الآن، لأن ما عندك لا معارضة ولا شيء. فإذا هما باقي بوتفليقة إلى 10 عهدات لو أطال الله في عمره. ولكن هذا ما يتنحاش إلا لو تصرى مثلا صدمات كبيرة وتصدعات كبيرة في النظام، في هذا الحال يغيروا يجيبوا لنا واحد مثله وإلا حتى أصعب منه، يجيبوا لنا واحد منهم. وإحنا ما عندناش ميزة، إحنا كشعب ولا كمعارضة، ينحيوا لنا بوتفليقة ويجيبوا لنا واحد آخر يسميه عمر ولا زيد، ما عندناش فائدة في هذه. بمعنى سيد عبد الوهاب، يعني تعليقا على ما قلت، هل يفهم من هذا أن الرئيس بوتفليقة لا يريد أي شخص يفسد له العرس، يفسد له الطريق نحو الرئاسيات، نحو عهدة خامسة؟ نعم، ولذلك هو تدخل في عقليته، هو ملك الجزائر إلى الأبد، هذا هو، وهو يريد أكثر من الجزائر، فهو لم يستطيع. برك انت شفت زادوا رجعوا أبواق تقول له روح جيب البري نوبل، نوبل برايس، يعني جايز نوبل، هو يعني ما دفع حتى يستاهل يعني جايز نوبل، يعني حابين يحطوه اكثر، يعني يولي كان على اللوني، يمشي اللوني. هو كانت النيه تاعو في الاول، الطموحات نتاعو كانت الجزائر ما تكفيش بالنسبه ليه، في النظره نتاعو الجزائر صغيره عليه، هو ربما يمشي اللوني ويتصرف في العالم كله، هذا هو الوهم نتاعو. لهذا طيب، سمع يتكلموا لنا على البري نوبل وعرض هذيك ايفا طيب جولي، القضيه هذيك اللي فيها قضيات اخرى، يعني اللي نعم فيها قضايا عديده فعلا، هناك قضايا عديده. عود لك دكتور محمد هادي، تكلمنا عن بوتفليقة، ماذا عن يحيى أحمد يحيى؟ هل فعلا بدأ العد التنازلي للتخلي عنه؟ خلاص انتهى، هو كان كومبارس، كان يقود حملة ما أو مرحلة ما، انتهى مرحلة، تنتهي مرحلته الآن، مثل ما انتهت مرحلة عبد الملك سلال من قبل أو الذي أتى بعده. بالنسبة لي القضية ما يلزمش نربطها بشخص، هو مشهد، مشهد فيه كثير من الممثلين، قد يكون واحد انفيغيرون فقط، قدر يكون واحد يعني بارز، قدر يكون واحد عنده الدور الأساسي وبعد يتحول إلى عنده دور ثانوي وما إليه، وبالتالي المشهد فيه مجموعة من الشخصيات ومجموعة من الأفكار التي بها تقاد الجزائر. لأنه من المفروض إذا كان فعلا وصلنا إلى مرحلة ديمقراطية على الأقل ولو جزئية، من المفروض الانتخابات الرئاسية راهو يكون حدثا، يكون حدثا عاديا، يترشح من يشاء والشعب يختار الرئيس وتنتهي القضية. ولكن كلنا يعلم باللي راهي كاين جهات من الخارج أيضا تضغط على الجزائر وتريد أن تعيد، ولا تريد للعالم العربي كامل والعالم الإسلامي، لا تريد له أن يتطور، وتعمل كل في وسعها للضغط. والآن للأسف لاقي من ينفذ هذه الأجندة بكيفية أو أخرى، ثم أن المشهد يساعد الكثيرين على تحقيق الثروات وتحقيق الثراء وتحقيق المصالح وتحقيق هذا، ولذلك المشهد يمشي بهذه الكيفية، الكل منتفع منه، المجموع منتفعين منه، وحتى كي يختفي من المشهد أو يبقى يستمر في الانتفاع الذي بدأ رحلته منذ سنوات يعني في الجزائر. وبالتالي قضية أنا ما نشوفش نربطها بشخص فقط بقدر ما نربطها بمشهد كبير في غياب الديمقراطية، في غياب الوعي، في غياب تحمل الجميع مسؤوليته من أجل وضع الجزائر على السكة الصحيحة التي من خلالها تستطيع أن تكون دولة قوية في هذا العالم. خليك معنا دكتور محمد هادي لننتقل معك نعم. مع محور آخر. وقبل هذا عودك سيد عبد الوهاب، ماذا عن الشارع الجزائري الآن؟ أليس المواطنون قد انبسطوا كثيرا بهذا التدخل للرئيس لما ألغى هذه الرسوم والضرائب؟ ولما لا، لأنها تكلفه كثيرا، ولذلك فإن الشارع انبسط وفرح بهذا التدخل للرئيس بوتفليقة، أليس كذلك؟ صحيح، يعني فيما يخص النقطة هذه بالذات صحيح أن الشعب ارتاح، لأن هذا كان ضغط زائد على الشعب وما عندوش معنى. ولكن الشعب عنده نظرة أخرى، الشعب راهو عايش في 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 وقت صعيب، يعني احنا رانا نشوفوا فيه في كل يوم الفقر كيفاش يزداد، والطب يعني كيفاه متدهور، والمعيشة صعبت على الجزائر، والناس هاربة من الجزائر يعني بكل طريق بكل طرق. فإذا الشعب ماذا يطلب؟ يعني لو تسمع للشعب يقول لك هذه نقطة إيجابية صحيح، ولكن نريد اللي يجي يدير علينا احنا الضغوطات يروح ينحي لصحاب الثروة الفاسدة وصحاب المارشينوار والمهربين الدراهم وصحاب السلطة اللي يسرقوا في المال ويهربوا فيه، وولادهم كل يوم يبنيوا ويشريوا في الأملاك في الخارج، وأساميهم واضحة
وضوح النهار في الجرائد والمجلات، ولا واحد يقلقهم ويجيو يتبعوا في الفقراء والشعب وعامه الشعب، ينحيلوا يزيد له في التامبر هذاك والتامبر هذاك. هذا الشهد المطلوب نتاع الشعب. اذا كان هذا رئيس يحب الناس يحبوه، لازمه يكون في المستوى ويحارب الفساد اللي هو بعد كان طرف فيه وشجعه. هذا هو يعني لا كان تحب الراي نتاع الشعب، هذا هو. وزيد ما يبقاش غالق على الناس، يعطيهم الحريه. علاش هو يدير غير رئيس هو على الجزائر؟ علاش هو يعني واش زايد على اخر الجزائريين الاخرين؟ لو كان بالمهيدي مازال عايش اليوم لربما انسحب وخلاها للشباب. علاش هو يعني ما هي الميزه نتاعو التاريخيه؟ هل هو اللي كبطل حر الجزائر وحده؟ ماذا فعل حتى يعني يحوسوا له على البري نوبل ويحكم الجزائر الى ان يموت؟ ما هو السر وراء هذا؟ على ذكر الشارع الجزائري استاذ عبد الوهاب، حسب آخر الأخبار فإن الشارع مازال محتقنا جدا جدا. لماذا؟ لأن الغلاء مازال مستمرا. وزير التجارة وعد أنه بعد 3 أيام من رمضان هذه الأسعار ستنخفض، ولكن هنالك فشل ذريع في مراقبة الأسعار، في وضع اليد على ما يتداول في مختلف الأسواق. ولذلك فإن المواطن قال هذه أكذوبة. الوزير في الأول قال هذا مجرد لهف، المواطن ملهوف، ولذلك يقبل على البضائع والمواد الأولية والسلع فأسعارها ترتفع. الآن نحن أعتقد اليوم 24 أو 23 من رمضان والأسعار ما تزال نار. هل هذا فشل أم لا؟ هذا فشل تام، هذا وفشل. مازال أنا اللي كنت نتكلم مرات معكم نقول باللي الجزائر راهي في وضعية أخطر مما نتصور. اليوم السوق والله يكوي. روح تشوف الطماطم ب 12000 وب 15000، البطاطا ب 6000، الفقوس ب 14000. يعني والله ما تخيل الا كان بالنسبه للسنوات اللي فاتوا، الا كان تقدر يعني تقصد السوق تخاف. هذا هو الوضع اللي رانا فيه. واليوم كما تكلمت من قبل، حتى الناس الفقراء مساكن عادوا الناس يعاونوا في بعضهم. عاد الشعب هز بعضه المساجد، دير مثلا دير تسجل الناس الفقراء والمحسنين، تلمن عن شويه المحسنين وتعاون في المحلات كلها، حتى في الاحياء عندهم دايرين قفف الناس تقضي وثم تحط تما كيلو زيت، كيلو يعني كيلو سكر، يطرى زيت كيلو سكر الى اخره، ولا باش يجي الفقير مسكين هكذاك باحتشام يهز ما يحتاج. والا طيب والله العظيم ما تصورش وما نتكلملكش على المرض اللي الناس ما تقدرش تعالج. إذن الأزمة هي عميقة، الأزمة أعمق مما يتصور أحمد ويحيى. الآن ننتقل للمحور الآخر مشاهدينا الكرام، محور ولد قدور. دكتور محمد هادي عثمانية، ما هي قراءتك لتصريحات المدير العام لسوناتراك في الجزائر يسمونها البقرة الحلوب سوناتراك؟ قال سجنت ظلما ودخلت السجن عبر الهاتف وخرجت منه عبر الهاتف، ليست هنالك أدلة ولا حجج تدينني، وإنما كانت هنالك عصابة. هو ما قالش العبارة ولكن كان يتكلم، كان يرمز إلى جهاز الاستخبارات، قال تدخل في مؤسسة سوناتراك في التسيير ولذلك أدخلوني السجن من غير دليل أو حجة. وللتذكير تهمته كانت هي التخابر مع جهات أجنبية. والله يا أخي الكريم، هذا أيضا مشهد آخر من المشاهد التي أشرنا إليها من قبل. يعني من الحقيقة مسؤول من هذا الطراز، يعني لما يقول كلام هكذا في المؤسسات القائمة سواء في القضاء أو غيره ويبقى حر طريق، يبين فعلا بلي راه كاين ترهل كبير على مستوى الدولة الجزائرية. بغض النظر عن صحة مقاله أو عدم صحته، هذه أيضا مشهد آخر من البوزل الذي تعيشه الجزائر من أجل إيصال الشعب الجزائري وإلزامه بمترشح معين وتزكيته لا أكثر ولا أقل. القضية ما هيش الغرض منها ما قيل، وإنما هي جزء من بازل كما قلت راه قاعد يتركب في الجزائر من هنا وهناك. فكل أنا في تقدير كل التحركات القائمة الآن سواء في الخارج أو الداخل والتي تتجه نحو الجزائر، إنما هي مشاهد فقط لإبراز بعد ذلك الوصول إلى نتيجة مفادها هاي الحل نتاع الانتخابات الرئاسية أيها الشعب الجزائري. وإلا لكن قضية هذا، إذا كان هذا الإنسان ظلم فعلا، اللي ظلموه من المفروض يتحاسبوا يعني بسهولة، يعني وكاين إجراءات قانونية تتبع. ولكن كونها تتحول إلى تصريحات، كيقعد المسؤول من طراز رفيع في الجزائر يتكلم كما المواطن العادي ويحلل الأحداث كما يحللها المواطن العادي البسيط في الشارع، ما يعني راهي معناها خلاص، معناها استوت على الجودي كما يقال، يعني تساوت كل الأمور
إذا كان الوزير يوقف الدولة الجزائرية أن يقول لازمنا نديره كذا وكذا، ما يقدرش يدير يقول لازمنا نديره، حتى المواطن يقول لازمنا نديره، لازم نهبطوا الأسعار، حتى المواطن يقول لازم نهبطوا الأسعار، ولازم ما يلزمش نخدمه بالتليفون. إذا كان المسؤول اللي هو يخدم بالتليفون يقول ما يلزمش نخدمه بالتليفون، وما يلزمش واحد يدخل السجن بالتليفون ويخرج منه بالتليفون، راهي مشكلة عميقة جدا تبين فعلا مدى الانحراف عن التسيير الإداري السليم وعن. ولكن يا دكتور محمد هادي، يا دكتور محمد، ألا تستشف من تصريحات ولد قدور بأنه يريد الانتصار للوزير السابق وزير الطاقة والمناجم اللي هو كان مدير العام تاع سوناتراك، فهو مديره ولا ينسى فضله عليه، أقصد هنا بن شكيب خليل، فلما شكيب خليل في الأخير انتقد يحيى وقال له إنه يحيى ببرامجه هذه سيغرق الجزائر أكثر مما هي غارقة الآن، فهو فاشل، ولذلك ولد قدور بهذا التصريح يريد أن ينتصر لشكيب خليل ضد يحيى. بالتأكيد أنا في تقديري يعني وكمتتبع للأحداث وعايش هذه الأحداث وأتابعها، في تقديري قد يكون هذا، ولكن مش هذه لا فيناليتي، مش هذا المقصود النهائي من هذا التصريح. هذا التصريح وحتى إذا كان القصد منه الدفاع عن شكيب ليس من أجل شكيب ولا من أجل عينين شكيب، وإنما القضية عندها بعد آخر ستظهره الأيام. سوف تلتقي كل هذه المشاهد في حلقة ختامية يعرفها الشعب الجزائري بعد ذلك، وأنا في تصوري هي الانتخابات الرئاسية، هي كلها تدخل في إطار تحضير مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية لا أكثر ولا أقل، وتكتيف وإبعاد من ممكن أن ينغص هذا الأمر يعني بطريقة أو بأخرى. ما كانش منافسة شريفة، ما كانش عمل ديمقراطي صحيح، وإنما هي كما قلت مشاهد متفرقة، لكن في الحقيقة تخدم يعني تخدم هذا يسموه باللغه العلميه السوفت وير انجينيرينج في السياسه الجزائريه. ان كان سوفت وير انجينيرينج يكون في الاعلام الالي من اجل كتابه برامج مختلفه ثم جمعها مع بعضها البعض في برنامج واحد كبير، الان احنا في الجزائر عندنا فقط سوفت وير انجينيرينج على مستوى السياسه، بحيث مشاهد مختلفه تجتمع في النهايه لتعطينا مشهدا اخر. وهؤلاء للاسف يعني راهم موظفين في النهايه يقولون ما يملى عليهم، كما قال سي قدور باللي راهو قضيه التليفون، حتى هو ايضا راهو بالتليفون قالوا له قول هذا الامر، ما قالولوش صرح هذا التصريح. انا متاكد باللي راهو ما يصرحوش اطلاقا، وهو ايضا يؤدي جزء من المشهد الذي ينسج في الجزائر هذه الايام. شكرا جزيلا لك دكتور محمد هادي عثمانية، القيادي في حركه النهضه والبرلماني السابق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. اعود لك استاذ عبد الوهاب، ما رايك استاذ عبد الوهاب؟ هل هو يريد أن يفضح جهاز الاستخبارات بأنه يوما ما كانت له اليد الطولة في تسيير هذه المؤسسة، هذه الشركة الأكبر، شركة أكبر في إفريقيا، والبقرة الحلو في الجزائر كما يسمونها، أراد أن يفضح جهاز الاستخبارات وتدخله في كل شاردة وواردة، والزج بولد قدور في السجن، وكذلك تهمته الخطيرة التخابر مع جهات أجنبية، والمقصود هنا شركات أمريكية هاليبرتون تحديدا، الحديث عن شكيب خليل، الانتصار له من أجل إعادته إلى منصب جديد وما إلى ذلك. كيف فهمت أنت هذه التصريحات لولد قدور؟ أنا والله عندي قراءة يعني أبعد من هذه الشكليات، لأن صحيح ظاهريا احنا نشوفه باللي الصراعات هكذاك هنا على وشكون اللي يترأس ما يترأسش، ولكن أنا نقول لك هذه والله قضية الرئاسة ما عندهاش قيمة كبيرة، لأن لو بقى بوتفليقة هو بقى، لو ما بقاش بوتفليقة يجيب واحد من نفس الطينة يعني ويمشي على نفس المصالح يعني ويدافع على نفس المصالح، وإلا ما يجيبوش يغيروه، قادرين يغيرونا في وقت يعني بوتفليقه ويجيبوا واحد يخدم مصالحهم كذلك. يعني القضيه ماهيش مادام الجزائريين كشعب ماهوش قوي وعنده معارضه قويه باش يغير هذا النظام، فهذا النظام ببوتفليقه وبغير بوتفليقه الفوكيوس يعني على بوتفليقه ما عندوش قيمه كبيره يعني في نظري انا. الخطر بصح كبير فيما يخص هذا ولد قدور، انا ارى فيه يعني خطر كبير على الجزائر، لانه اقراه بالله انه صراع خلفي بين مجموعه فرنسا اللي يمثلها الجنرال توفيق واتباعه القدماء اللي كانوا يحكموا واللي انتقموا منه في وقت منه ومن شكيب خليل، واللي يمثلوا يعني الجهه الامريكيه يعني اليونايتد ستيتس. فهذا هو هكذا نشوفه انا، واليوم صراع بيناتهم خاصه لما زجى دونالد ترامب، ودونالد ترامب ماهوش مثل الرؤساء القدام، هو يشجع على اخذ بالقوه يعني ما يريد. هو عندنا احنا الغاز الصخري في الصحراء، لازم
طاقات كبيره هائله لازم يديها. عندنا صحراء واسعه واراضي واسعه لازم يستثمر فيها. امريكا جايه تدي الاماكن الفارغه في العالم مثل السعوديه، عندها اموال ولا تنسى الشيء ياخذ منها الاموال بطريقه او باخرى. هذا هو الخطر، وحنا اليوم الخطر نتاعنا هذا الصراع بين الجناح الفرنكوفوني والجناح الامريكي، يتصارعوا على المصالح تاعهم وحنا كجزائريين خارجين تماما عن اللعبه. هذه صراعات خلفيه واللي يديروا فيها هما مخابرات اقوى منا، وهذا هو الحال. ألا تجد غرابة في ذلك سيد عبد الوهاب؟ ألا تجد غرابة في ذلك في الشارع الجزائري على مستوى النخبة أيضا على مستوى الأحزاب؟ كيف برجل يسجن بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، وهي نفس التهمة التي اتهم بوهاب محمد مرسي إذا تذكر في مصر، وإذا بها لما يخرج من السجن مكرما معززا ويعود إلى منصبه المدير العام لسوناترا، كيف يحدث هذا؟ هذا هو الشيء الغريب، لأن كان قوة كان لوبيات أمريكية قاعدة تدعم فيه. هذا هو السبب، هذا هو ما أريد أن نفهم الجزائريين، بأن خلف المجموعات هذو كل واحد ويحيى ينتمي إلى جماعة توفيق مثلا عنده اللي يدعمه فيه، ويصطدم بمجموعة مثلا جماعة هذو ولد قدور وشاكيب خليل، عندهم لوبيات من أمريكا. لماذا ذهب هو يعني أول ما عنده قوانين باش يديرها؟ ولد قدور راح طلب من الامريكيين يعني لي زيكسبير امريكان باش يديروا القوانين نتاع الاستثمار في الجزائر. لماذا؟ لان اللوبي الامريكي هو اللي حطه. لماذا راح شرى هذيك نتاع المصفات هذيك اللي فيه ايطاليا وهي امريكيه؟ لان الامريكيين اللي قالوا له هاو شغلك، حطيناك في المنصب هذا انت تشتغل لصالحنا، وهذيك خطيره جدا. كيفاش تشري لي انا مصنع استراتيجي نتاع المحروقات وتحطوا لي في الخارج؟ غدوه لو تصرى حرب ويصرع لي انغلاق مثلا، كيفاش ندير انا؟ نعزل روحي بذاتي؟ هذا غير مقبول. حتى وما عندكش الدراهم تقدر في هذا الحال تقدر تستلف الدراهم وتبني الامور الاساسيه في بلادك وما تخليهاش لبرا، يعني خارجه عن يدك. هذا مثال مثلا. طيب أيضاً ولد قدور حطوه رجال من امريكا، مخابرات امريكيه، جماعه دونالد ترامب، والاخر عنده من يدافع عليه ثاني تاع فرنسا. هذا هو اللعبه اللي صايره في الجزائر. واضح يا استاذ عبد الوهاب، واضح. الان ننتقل الى المحور الاخر، سميناه نحن فيديو بروكسل. بروكسل العاصمه البلجيكيه. الذي حدث مشاهدينا انها صحفيه تنشط في الخارج وتنطلق من بروكسل في مقر الاتحاد الاوروبي، فاتهمت بانها استغلت الهيئه الرسميه الدوليه الاتحاد الاوروبي في بث فيديو يطال الهيئة الرسمية في الجزائر أو المؤسسة الرئاسة الجمهورية. أثير من أجل ذلك جدل ولغط كبير، تدخلت وزارة الرئاسة أولا ثم وزارة الشؤون الخارجية، وفيه رسائل متبادلة سواء شفوية ولا مكتوبة ولا عن طريق الهاتف مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. لتسليط الضوء على هذا الفيديو معنا الآن الأستاذة وسيلة بلطرش المكلفة بالإعلام في تنسيقية عائلات المختطفين، لنريد رأيها. ما رأيك أستاذة وسيلة فيما أثاره هذا الفيديو؟ رغم أن محتواه أنت أكيد وقفت عليه واستمعت إليه، ليس هنالك جديد فيه. الفيديو الذي أثرته موجود منذ سنوات، الرئيس مريض وغيره. السلام عليكم أستاذ عثمان، رمضان كريم مبارك لكم ولطاقمكم وللمشاهدين الكرام. شكرا. ما قالته السيدة حداد يقوله الجميع، يعني يقال حتى في المقاهي، يعني الجميع متفق على أن رئيس الجمهورية أصبح منهك، وأصبح وجوده على أعلى سلطة في البلاد تشكل خطر على استقرار الوطن برمته. ربما الذي أزعجهم هي صفة المتحدثة والمكان الذي تحدثت منه. هم يتحركون دائما عندما يتعلق الأمر من أماكن بعينها. عندما تتحدث صحيفة فرنسية مثلا يمكن أن نقاضيها لأنه ليس لها الحق أن تتحدث. هكذا الحال بالنسبة للسيدة الصحفية حداد، وإن كان ما قالته عادي جدا وقيل ما أخطر منه. نحن اليوم لا نتحدث فقط عن مرض الرئيس، العامة من الناس تتحدث عن عصابة سيطرت على هذا الرئيس وهي تودي بالبلاد إلى الهاوية. يعني المشكلة ليس في ما قالت، ولكن التحركات والخرجات يعني تدخل ضمن الهبوط المخزي لمنظومتنا، يعني التي أصبحت فعلا نشعر من سلوكاتها بكثير من العار والبهدلة. رد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر أن ما قالته الصحفية يدخل ضمن إطار حرية التعبير جواب كافي وشافي. استغرب أن تتحرك الرئاسة، أن تتحرك وزارة الخارجية لصحفية قالت هكذا كلام، ولا تتحرك لا وزارة الدفاع ولا أي وزارة أخرى عن كلام أخطر من ذلك جاء على لسان الانفصالي الذي طالب أهل القبائل برفع السلاح. أيهما أخطر،
أيهما يشكل خطر على الجزائر، مقال كلام صحفية أم الدعوة إلى حمل السلاح؟ هنا علامة الاستفهام، هل هناك من يغطي طرف ويريد السكوت عليه وفي المقابل يرفع صوته في كل محاولة للتنديد بهذا الطغيان؟ غريب، هناك من قال هي الكيل بمكيالين. ابقى معنا أستاذ وسيلة، ما رأيك أستاذ عبد الوهاب؟ هل هي الكيل بمكيالين؟ رئاسة الجمهورية تغضب وتزداد احتقانا بخصوص فيديو فيه 3 دقائق يتكلم عن الشأن العام في الجزائر وتخصيص الكل تقريبا غالبية الحديث عن رئيس الجمهورية، ولم تخطئ في شيء، هكذا قال الحقوقيون والناشطون السياسيون في الجزائر وخارجها. الرئيس مريض وعاجل ندامها مدة سورية وطالبت برحيله، هذا هو ملخص الفيديو. لماذا كل هذا الغضب ولماذا كل هذه المعركة مع الاتحاد الأوروبي؟ والله شيء يعني ما يفهمش الإنسان، لكن هادو السياسيين ولا لا، السيدة هذه صح دارت اعطت رأيها، وهذا الرأي يعني منتشر في جموع الجزائريين إلا المستفيدين من النظام هذا. يعني بصراحة من هو اللي يشكر اليوم بوتفليقة ويقول صحيح؟ إلا هذاك تاع فلان اللي قال لك سيمشي، احنا ونستناو فيه يمشي، مازال ما مشاش. ولد عباس، جمال ولد عباس، جمال ولد عباس، جمال ولد عباس. فإذا هذا غريب، يعني قضية ما عندها حتى معنى، داروا منها قصة كبيرة والغرض منها واضح هو أنهم يسكتوا الناس اللي تتكلم في الخارج، لازم يسكتوها ويضغطوا عليها حتى ما، لأن هنا في الداخل احنا قادرين علينا، أنا نهضروا ما نهضروش مدارين رايهم، ولكن لما تقوى البلبلة في المؤسسات الخارجية ممكن تفسد لهم يعني الخطط نتاعهم، هذا هو فقط. ولكن ألا ترى أن ذلك أحدث فضيحة من نوع آخر لما تدخل الاتحاد الأوروبي مجيبا للخارجية الجزائرية، يا جماعة أنتم مخطئون، هذه الصحفية لم تتكلم باسم الاتحاد الأوروبي، بل هي أدلت برأيها مثل ما يدلي الجميع، لا يمكن أن نحجي على حرية التعبير، حرية الأساسية. هذا هو الغريب، قلت لك هادو ما مش سياسيين، لو كانوا يعني يفقهوا في السياسة لا تركوا هذه المرأة تقول ماذا تريد، هذه أمور شخصية، هي ما تكلمتش باسم يعني الاتحاد الاوروبي او حاجه. وزيد النقطه الثانيه اللي احنا جلبت انتباهنا كما كانت تتكلم السيده، وين هو المنهوب؟ كل يوم راهم يجيبوا لنا اخبار دقيقه على ولد عباس، ولاده واش يكسبوا اليوم، انا قريتها في الجرايد، كسبوا الجزائر كلها، ولد فلان، ولد قدور ولاده في الخارج، ولد فلان الى اخره. لماذا ما يتبعوناش الدراهم نتاعنا هادو هنا اللي تسرقت وتهربت وحنا محتاجين فيها اليوم، ونحوسوا نغرموا يعني الشعب في الخبزه نتاعو؟ هذا هو اللي احنا الشعب، الا كان احنا النظام هذا يحوس يدافع الجزائر، يسترجع الاموال المنهوبه وينقص لنا في هذا ويبدل لنا هذا الزمره هذه الفاسده المفسده، هذا هو. طيب خليك مع استاذ عبد الوهاب، اعود لك استاذ وسيله، خليك مع استاذ عبد الوهاب، اعود لك استاذ وسيله، ما رايك؟ هل هذا التدخل لوزاره الخارجيه لرئاسه الجمهوريه حول هذا الفيديو هو رسالة للناشطين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين في الجزائر من أجل أن يكفوا من الحديث عن الرئيس الجمهورية بأنه مريض وعاجز عن أدامهم الدستورية؟ يعتبرون ذلك قدحا في مؤسسة الرئاسة، وبالتالي هؤلاء يجب أن يحجموا عن هذا. والله ليس بالضرورة، يعني حديثنا في الداخل لا يعنيهم كثيرا بكل صراحة، يعني بالعكس، يعني هم أصبحوا يتركون الجميع يتحدث لأنهم لديهم القدرة على السيطرة على ما هو موجود في الداخل. لكن الذي يزعجهم عندما يأتي الكلام، عندما تأتي التصريحات من شخصية لها ربما وزن معين في بلدان معينة، هذا الذي يزعجهم. السيدة حداد بالنهاية جزائرية ولها كل الحق في التعبير وقول رأيها أيا كانت أهدافها من ذلك، ولكن تبقى جزائرية من حقها أن تتحدث بهذا الكلام. لو تلفظ بهذا الكلام شخصية من الاتحاد الأوروبي كان يعني حتى يعني نقول هذا بكل تحفظ، كان من الممكن أن تتحرك وزارة الخارجية، لكن أعتقد أن وزارتنا الآن انشغلت عن كثير من الأمور الهامة والاستراتيجية والتي تشكل خطر فعلاً على ما يحدث في بلادنا، واهتمت بصغائر الأمور. هل كان ليحدث هكذا أمر في سنوات خالت؟ هل تتحرك وزارة خارجية من أجل تصريح؟
المؤسسات الخارجية المصالح الخارجية كانت تتحرك فقط في القضايا ذات الوزن وذات الثقل وذات البعد الكبير الاستراتيجي. اليوم هي حالها حال باقي المؤسسات الدولة، وهنت وضعفت وأصبحت تتحرك لأتفه الأمور. هل يعقل أن نرد على صحفية جزائرية تحدثت؟ نقيم الدنيا ونقعدها عن تصريح بالنهاية شخص، لأنها تحدثت من موقعها كشخص، وعندما بدأت حديثها قالت أنا أتحدث باسمي الشخصي، يعني كأنني أنا كمواطنة أقوم بتسجيل فيديو وأقول أنا أتحدث كمواطنة جزائرية من موقعي على أن كذا وكذا لا يعجبني. هل ستتحرك وزارة الخارجية لأنني أقيم في بريطانيا أو أقيم في ألمانيا؟ يلي التفاهة فعلا، يلي التفاهة، يلي الإحراج الذي وضعونا فيه حقا. يعني بكل صراحة نحن اليوم محرجون من هكذا وجوه تتحرك لأتفه الأسباب ولا تتحرك لأهم من. نعم. ذكرت قبل قليل أن السيد تحدث من لندن، تحدث من لندن يدعو إلى حمل السلاح، أيهما أخطر؟ نعم. أيهما كان يفترض أن نتحرك لأجله؟ كلام صحفية تحدثت باسمها أم من يدعو إلى حمل السلاح والاقتتال؟ واضح، واضح جدا أستاذ وسيلة، واضح جدا. خليك معنا أستاذ وسيلة، نعود الآن أستاذ عبد الوهاب من جديد وننتقل إلى محور نزار. المناسبة للمشاهد والأستاذ عبد الوهاب أكيد لا يخفى عليك، خالد نزار من جديد في الطريق إلى محكمة سويسرية الفيدرالية. لماذا؟ لأن المحكمة الفيدرالية أعلنت استئناف التحقيق من جديد مع هذا الجنرال، وهو في المناسبة وزير الدفاع وليس فقط جنرال، وزير الدفاع الأسبق. هل في رأيك أنت النظام الجزائري أخفق في الضغط على المحكمة من أجل غلق هذا الملف؟ شهور قال نزار كان فرحان، قال خلاص تم وما لقوا ولا دليل ولا حجة لي حتى يدينونني. الآن المحكمة قالت لا، تعال التحقيق راح نعاوده ونديره من جديد. نعم، هي التأثيرات الخارجية هذه يعني فيها يعني للبارامتر كثير، يعني لهذا السبب هو احنا بالنسبة لنا يعني كجزائريين باش ما نتكهنوش كثير، بالنسبة لنا احنا ان مهم ان الحق يبان، يعني مع واحد مسؤول ولا مش مسؤول. هو لعب دور الجنرال خالد نصار، لعب دور كبير في وقت معين في الجزائر، هو اللي تحمل المسؤوليات هذيك، هو اللي تاخذ القرارات، واحد ما حتم عليه، هو يبان له انه لعب دور يعني ينصر الجزائر وينصر الجزائريين والنظام الجزائري، فدار قرارات، القرارات هذيك تسبت في كثير من الألم، تسبت في حرب أهلية كبيرة يعني ضخمة. فالشعب الجزائري اللي تقاس منها من حقه أنه يطلب يعني باسترجاع حقوقه. وتم هذا كله باسم إنقاذ الجزائر، تم كل هذا باسم لجنة إنقاذ الجزائر. السؤال المطروح، هل أنقذت الجزائر بعد هذا الانقلاب الدموي؟ هذه هي هذا هو بيت القصيد، يعني هما استولوا على الحكم بقوة ووهموا الناس باللي أنهم يخدموا في مصلحة الجزائر، وفي الأخير احنا نشوفوا ما خدموا إلا مصالحهم، هما غناوا والجزائر فقرت، هما ربحوا والجزائر دمرت، هذا هو يعني النتيجة. واليوم هو يتحمل مسؤوليته، ظلم ناس تهلكوا بسببه، عندهم الحق يقاضيه، بما ان ما تقدرش تقاضيه في الجزائر لان هو الجزائر ولات ملكهم ولاو كولون، فاذا الناس تقاضيهم في مكان تستطيع، راحوا لسويسرا مليح يقادوه في سويسرا، اذا كان ما ظلمهمش تبان، واذا كان ظلمهم تبان، يعني سويسرا معروف عليها باللي ماهيش دوله يعني هينه في حقوق الانسان. هذه نقطه. نقطه ثانيه، النظام هذا علاش ما يخليش الناس تقاضي بعضها لهنا حتى في المواضيع هذه؟ لما لا حتى تهرب له وتفضحوا يعني في الخارج. انت كتشوف داروا قانون مع فرنسا باش يعني المسؤولين كامل، حتى في الوقت هذا اي واحد مسؤول في الدوله مسؤول سامي ما تقدرش تقاضيه انت في الخارج ولو يدي لك حقك، يعني ما تقدرش تخرج لفرنسا وتقاضيه. هذا داروا خاص بالجزائر، اتفاق نعم مع وزاره العدل. نعم، هذا خاص بالجزائر. لماذا داروا؟ هل ترى يحبوا الجزائريين الفرنسيين؟ لا، يحبوا المسؤولين الجزائريين؟ لا، ما كانش واحد يكرهوه قد المسؤولين الجزائريين اللي يعرفوه. طيب خليك مع الاستاذ عبد الوهاب، خليك مع الاستاذ عبد الوهاب. تنسيقيه عائلات المختطفين في الجزائر واحده من ضحايا الانقلاب الدموي قبل ان تكون ضحيه للجنرال نزار وغيره، كيف فهمتي هذا وسيله؟ ماذا فهمتي من هذا الاستدعاء، من هذا الاعلان الجديد للمحكمة السويسرية الفيدرالية استئناف التحقيق مجددا مع الجنرال خالد نزار؟ أولا هو
انتصار للقضاء العادل بالنهاية، رغم الضغوطات التي فرضتها ربما السلطات في مرحلة ما لإسكات وإطفاء القضية، إلا أن القضاة النزهاء والمحامين النزهاء في سويسرا طالبوا بأن ينفذ القانون، وفعلا هذا الذي حدث، لأن القضاء السويسري كومبيتون يعني أصبح يتبنى نفس قوانين التريبينال بينال انترناسيونال يعني محكمة العدل الدولية الجنائية عفوا، وبالتالي له الأحقية في أن يقبل هذا النوع من القضايا. الإشكال قبل كان هل هناك حرب أهلية بالجزائر أم لا، وتم رفض القضية على أساس أنه لم يتم إثبات وجود حدوث حرب أهلية داخل الجزائر. اليوم أعيد النظر في القضية وتم تكييف جناية أخرى وهي الكريم كونتر الهيومانيتي، ضد الإنسانية، ضد الإنسانية تماما، جرائم ضد الإنسانية، وهذا فعلا الذي حدث. فقط بين ضفرين لا يمكن أن نقول أنه اتخذ قرارات اعتقادا منه أنه يحمي الجزائر. لا يمكن أن نحمي الجزائر ونغرقها في دماء 250 ألف مواطن. هذا الكلام يوزي كلام ناس آخرين يتحدثون به القول مثلا أن المختطفين هم ضحايا مرحلة، لا، هم هي جرائم، يجب أن نقول الأشياء بمسمياتها. ما تم اقترافه في العشرية السوداء هي جرائم، الاختطاف القسري جريمة ضد الإنسانية، تهجير سكان من مناطقهم بفعل اللأم هو جريمة، اختطاف ناس ووضعهم في محتشدات الصحراء هي جريمة، أما القتل الفعلي فلا حديث عنه. يعني تشيرين هنا إلى الإفلات من العقاب. تمام، وهذا الذي كنت أريد الوصول إليه. وبالتالي هذه الجرائم هل يعقل أن نسكت عليها لأنها تحت مسمى حماية الوطن؟ مما حموا الوطن؟ كنتم قد طرحتم الآن سؤال، الذين جاءوا لإنقاذ الجزائر مما أنقذوها؟ فليعطونا فقط بيلان على ما جاءت به عملية إنقاذ الجزائر. نحن في خراب تام، خراب سياسي اقتصادي أخلاقي ثقافي على كل المستويات جاء به هذا الانقلاب العسكري الذي حدث. هل يمكن أن نسكت اليوم ونقول لقد تم إنقاذ الجزائر؟ السكوت هو الذي أوصلنا اليوم إلى جرائم مالية، نتحدث على ملايير تنهب وتسرق لأن الجميع مطمئن. إذا كنا قد سكتنا على 250 ألف قتيل، فمن الطبيعي أن نسكت على بعض الملايير، في النهاية دراهم، يعني في النهاية هي أموال. طيب سادة وسيلة، هل أعاد إليكم هذا الإعلان، الإعلان عن فتح التحقيق من جديد من قبل المحكمة السويسرية الفيدرالية، شيئا من الأمل لكم أنتم كضحايا وللآلاف الآخرين الذين اختفوا أو الذين اختطفوا أو الذين اعتقلوا أو الذين فقدوا لم يظهر لهم لا أثر ولا خبر؟ هل هنالك شيء من الأمل لما تعلن هذه المحكمة تعالوا تعال أي جنرال للتحقيق؟ قد تستغرب ما سأقول، ولكن الأمل كان دائما موجود عند عائلة المختطفين. أن تقف العائلة كل أسبوع على مدار 15-20 سنة فهذا دليل على أنها لها بصيص من الأمل. ربما الذي حدث اليوم في المحكمة السويسرية هو بداية النور لهذا البصيص. نحن نأمل أكثر من ذلك، نحن لا نأمل فقط أن يحاكم نزار، لأنه صحيح أنه متورط وأنه فاعل رقم واحد، ولكن المحيط متاعه أيضا متورط، ونأمل أن نصل إلى أبعد من ذلك، ليس فقط عن طريق المحاكم الدولية، ولكن أن نصل ذات يوم إلى محاسبة وإلى محاكمة داخل الوطن، إلى مطالبة بلجان تقصي حقائق للوقوف على ما حدث فعلا في تسعينات القرن الماضي. لماذا قتل من قتل؟ لماذا نهبت أموال الشعب؟ لماذا بعد أن قرروا أن إيقاف الإرهاب الذي صنعوه بأنفسهم ظهرت رجالات المال الآن الناهبة لهذا الوطن؟ وبالتالي نضالنا ليس فقط من أجل المختطف، لقد تجاوزنا هذه المرحلة بسنوات. نحن الآن نطالب بلا إفلات من العقاب، حفاظا على الوطن، لأن الذي قاد الوطن إلى ما نعيشه اليوم هو هذا السكوت الذي سكتت عليه النخبة أولا، سكت عنه الإعلام، سكت عنه رجالات القضاء ورجالات القانون. هذا الذي أوصلنا اليوم إلى ما نحن عليه، النهب التام المفضوح ولا أحد يستطيع أن يتحرك. إذن نضالنا من أجل الوطن، نضالنا أبعد من أن يكون قضية مختطف أو قضية فقط 20,000 مختطف، لا، القضية أبعد، هي قضية لماذا أوصلنا إلى هذا، إلى كل هذا. شكرا جزيلا لك سيدة وسيلة، وسيلة بلاطرش المكلفة بالإعلام في تنسيقية عائلات المختطفين، رمضان مبارك لك ولباقي ضيوفنا. أنتقل الآن لتلقي مداخلة الأستاذ عمار، أستاذ عمار خمامة المحامي والناشط الحقوقي انضم إلى النقاش الآن. أستاذ عمار،
الجنرال نزار إلى التحقيق مجددا، هل يفهم من هذا بأن رجال الأمن ضباط والقادة العسكريون في إبان الفترة العويصة التي مرت بها الجزائر الحرب القادرة، هل هؤلاء الآن صاروا ليسوا محصنين أمام المتابعة القضائية في الخارج؟ شكرا، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي المشاهدين، ورمضان كريم، واللهم إن شاء الله يجعلنا من عتقاء من النار، نحن في العشر الأواخر، واللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أمين. طبعا هو الموضوع في على عمومه مطروح بهذا الشكل، فالعالم الآن يعني طبقا لقوانين الدولية فليس هناك من يفلت من العقاب، فإذا فلت في بلده نتيجة لظروف فإنه قد يخضع للقضاء الدولي ولقضاء الكثير من الدول التي تسمح قوانينها، وأنها محاكمها الداخلية، محاكمها الوطنية تنظر في القضايا التي تمس بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية إلى غير ذلك. وهذا طبعا مما الحقيقة يعني نحن كحقوقيين يعني نسجله، و يعني تقدر نقول بلي أننا هذا ما يدفع الناس وأنها تدافع عن حقوقها وما تصمدش. فإذا كان ظلموا يعني تجتاج حاجز الخوف، تكسر حاجز الخوف دكتور عمار. نعم، وهذا الآن الأمر يعني مطروح على المستوى العالمي، وهذه عينة، هذا مثال، وهناك أمثلة كثيرة عالمية، هناك طغاة تمت معاقبتهم ومحاكمتهم في دولهم، وهذه عينة بغض النظر عن ثبوت أو غير ثبوت التهمة إلى غير ذلك، فهذه مسائل تحتاج إلى تفحص الملف وتحديد المسؤوليات. الذي وقع وهو أن المحكمة الجزائية الفيدرالية في سويسرا أصدرت قرارا وحكما بإلغاء وإبطال أمر أصدره أو أصدرته النيابة العامة الفيدرالية بحفظ شكوى. نعم. تعرف يا عثمان؟ أي نعم. في القانون الإنسان لما يجي شكوى. أي. فوكيل الجمهورية هو الذي أو النائب العام هو الجهة على الاتهام، فلما يقبل القضية يأمر بإجراء التحقيق. إذا كان شاف بلي القضية هو في حسب يعني رؤيته وأنها أن المحكمة غير مختصة أو من هذا أو أن الوقائع هشة وغير ذلك، فإنه يصدر أمر بحفظ هذا الشكوى. وفي هذا الحال يفتح المجال للمتضررين يعني للمشتكين وأنهم يطعنوا في هذا القرار وفي هذا الأمر، وهذا ما حصل. فهذه الشكوى منذ 2011 لما طرحها على المحكمة السويسرية كان باشرت في تحقيق، ثم بعد ذلك اصدر امر في 4 جوان 2017 بحفظ هذه الشكوى لاسباب راتها النيابة العامة تقول بلي النزاع المسلح اللي وقع في الجزائر لا معناها ان المحكمة السويسرية غير مختصة للنظر فيه لاسباب ومسببات. ف الضحايا الثلاثة طعنوا في هذا الأمر، المحكمة الاتحادية ألغت الأمر نتاع النيابة العامة وقالت بأن هذا النزاع هو في الحقيقة نزاع شديد وخطير وممكن وأنه يمكن ربما النظر فيه بناء على نصوص دولية ومعاهدات دولية تربط الجزائر وسويسرا، يعني الاثنين الجزائر وسويسرا موقعين عليها. هذا هو يعني تقريبا خلفية هذا الموضوع من الناحية القانونية. طيب الآن نأتي إلى سؤال آخر، هناك من يلوم النخبة في الجزائر، يلومه على ماذا؟ يلومه عن سكوتها المطبق، عن صمتها المطبق منذ التسعينات إلى الآن، يقولون 1/4 مليون قتيل والنخبة صامتة في الجزائر لم تتحدث عن أرواح هذه الأرواح كلها.
هؤلاء جزائريون وقبل أن يكونوا جزائريين فهم مسلمون، لماذا قتل هؤلاء؟ لماذا لم يتفتح تحقيق؟ لماذا الجزائر لا تعرف، الجزائريون لا يعرفون ما الذي حدث بالضبط؟ من الذي كان يقتل؟ هل اللجنة، هذه اللجنة أنقذت الجزائر فعلا لما أدخلت البلاد في دوامة من الحرب؟ هذه الأسئلة كلها يلومون عنها النخبة في الجزائر اليوم، يقولون لماذا لم تتدخل، لماذا لم تتحدث، فصار الغرب يتناولها الآن مثل سويسرا. من حق يعني الناس أنها تلوم النخبة، من حقها، ولكن لابد من نعرف أن هذا الموضوع في الحقيقة التفت عليه السلطة بما صلح عليه بملف المصالحة الوطنية وقوانين المصالحة الوطنية، وكانت النخبة ساهمت في هذا الموضوع أملا أننا نصل إلى بحث هذا الملف عن طريق مصالحة ومكاشفة، عن طريق عدالة انتقالية ثم الذهاب إلى مصالحة وطنية. الذي حصل هو أنه هذا الملف تمت معالجة بعض القضايا، نعم عالجت بعض القضايا وبعض الملفات، ولكن هناك ملفات أخرى بقيت عالقة، منها قضية المفقودين وقضية مثلا المساجين السياسيين، نعم، وغيرها من القضايا اللي مازالت عالقة. طبعا هذا نضال النخبة ساهمت، نحن ساهمنا في ملف المصالحة الوطنية، كنا وكان في ذلك الوقت كانوا يمنيوا فينا وأن هذا ملف أولي وممكن أننا نذهب إلى عفو شامل وإلى عن طريق يعني عدالة انتقالية حقيقية. أن الواقع وأن هذا الملف توقف وكان ملفا أعرجا وعالج النتائج الاجتماعية فقط، وترك بعض الملفات يعني معالجة أمنية فقط، معالجة أمنية واجتماعية لبعض الفئات تحت غطاء المأساة الوطنية غير ذلك، ولكن لم يعالج الأمر. نعم، في الصميم. وهو كذلك سيد عمار، بارك الله فيك سيد عمار، سمحني فقط لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك على المداخلة الطيبة. سيد عمار خبابة المحامي وناشط حقوق كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. وعود لك سيد عبد الوهاب، الجزائر إلى أين؟ على لسان هؤلاء الضحايا المحكمة السويسرية تعلن استئناف التحقيق مع خالد نزار، والنخبة صامتة، والسلطة تتحدث عن مصالحة، وإن هذا الأمر أغلق وخلاص. نعم، رانا في وضعية كبيرة، واللي مخوفني أنا ماهوش غير الضحايا هادو اللي فاتوا، والضحايا هادو ما فيش مناقشة باللي من حقهم يعني أن يدافعوا على حقوقهم إلى أقصى الحدود يعني. والنخبة هذه بقلتها هي مغيبة وتحت الحصار يعني. احنا مثل وقت الاتحاد السوفيتي منين كان اللي يهضر يجيه الكي جي بي، وقبل ما يهضر يجيه لاستازي هذيك في الأردية، ولا مثل السعودية اليوم يعني اللي يهضر يدخل السجن، ولا يدعم فلسطين يدخل السجن. فإذا النخبة محدودة القدرات نتاعها في البلدان مثل هذه. كاين قضية اللي نقولها لك، أنا شفت كيفاش بدات هذيك الصراعات يعني في الثمانينات، بدات كيما اليوم، بدات بقضية اقتصادية، بضعف اقتصادي، ومن بعد تفرعت ولات فتنة يعني لا واحد يستطيع أن يتحكم فيها. اليوم اللي مخوفني ماهوش الضحايا هذوك يعني، الله يرحمهم على كل حال، مازال الخير القدام يعني. احنا في نفس القضيه، رانا في مازق اقتصادي، ومازالوا يتلاعبوا هذا الناس اللي يحكمونا يعني. في الوقت هذا تريد ان تقول طالما ما فيش عبره، ما فيش عظه مما حدث. نعم، ما كانش عبره، بالعكس زادوا يعني تفننا في الفساد وفي الخراب. واليوم كما قلت لك عادوا يحبوا يمنعوا لك حتى قانونيا، مثلا كما فرنسا اليوم ما تقدرش تدير كما درت سويسرا، ربما لو كان جا عندهم شويه مال من بعد يزيدوا يمشيوا لسويسرا، لبلجيكا، لهولندا، ويغلقوا علينا الضمة في كل مكان يعني. ما تقدر تقاضيهم لهنا، ما تقدر تقاضيهم في الخارج، وهذا خلل كبير. نعم، ومرهب يعني. المستقبل تخاف، زيد صرنا ما صرنا في وهنا يأتي دور الحقوقيين والمنظمات والمحامين، يكون دورهم أكبر في الحفاظ على هذه الحريات، في الحفاظ على حقوق الضحايا. نعم، لازم يعني الشعب يعني الجزائري لازم يفهم باللي السياسة هذه ماهيش باش تخلي انت الناس يسيروك بدون ما تكون عندك كلمة وبدون ما تحاسبها، راك انت اللي تحط روحك في الخطر، انت كمواطن راك مفرط في حقوقك. نعم، ومخلي الناس تسيرك. هذا هو الشعب، الا الشعب ما فهمش هذه الكلمة فسيروح يعني في متاهة التاريخ. الله غالب. شكرا جزيلا لك سيد عبد الوهاب، رمضان مبارك سيد عبد الوهاب،
أستاذ عبد الوهاب زعتري الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لباقي ضيوفنا الكرام الأستاذ والدكتور محمد هادي عثمانية البرلماني السابق والقيادي في حركة النهضة، الأستاذ وسيلة بلطرش المكلفة بالإعلام في تنسيقية عائلة المختطفين، دون ما أنسى الأستاذ عمار خبابة المحامي والناشط الحقوقي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، صحافتكم.